النهارده عندنا ايه؟ عندنا الكروس فاير بتاع كل سبت بين فريقين في موضوع جدلي جدا. ناس يعني بتقول، الست بتقول انا ممكن اتجوز رجل بفلوسي، ليه لا ابقى انا اساعده، انا احسن منه ماديا، ايه المشكله ان انا اتجوز رجل بفلوسي؟ وفي رجاله كمان ايضا، يعني هيبقى عندنا ضيوف رجاله وستات، في رجاله بيتبنوا الفكره دي، انا لو حبيت واحده وهي عندها فلوس اكتر ليه؟ اشمعنى الست هي ممكن تقول الراجل يساعدني في ايه وراجل هيصرف ايه؟ طب ما عادي، يعني احنا لو واخدين بعض عن حب ده ممكن يبقى حاصل. الفريق التاني بيقول لا، الرجل رجل والقوامة للرجل، وهو اللي ينفق كل حاجة، وهو ما ياخدش ست أحسن منه ماديا. الموضوع مهم جدا، شاركونا على الفيسبوك، شاركونا مع ضيوفنا النهاردة في طب انت الاستوديو. واخده اني انت ما قلتيش للجمهور انت متبنيه اني وجهه نظر. متبنية فكرة، طبعا كل الناس هتقول انه الراجل راجل وسي السيد، لا الفكرة هي في القوامة، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا. يعني ايه؟ ربنا في كمان ستات ربنا فضلها، هو ما قالش ربنا فضل الرجال على النساء. ثواني بس اقول ان كل قاعده ليها شواذ، خليني افهمك بس. يعني في حاجات بتبقى مكتسبه وفي حاجات وهبه من الله سبحانه وتعالى. يبقى ميز ان الانبياء مثلا رجال، ان الحكماء، ان الغزاة، لكن في ده ما يمنعش ان المراه يعني تفضل الرجل احيانا بكثير في العلم وفي في الدين وفي العمل وفي كل في مجالات كتير. كل قاعده اقوليها شويه. وانا برضو في الاخر هتبنى النهارده، وان كانت احيانا انا بشوف انه الناس بصمات وان البيوت دي ما فيش فوتوكوبي لكل بيت او طريقه نجاح للحياه، بما بدليل ان في رجاله بينفقوا كتير قوي على افراحهم وجوازاتهم وبرضه ما بتستمرش الحياه الزوجيه. فالحكايه بمين هيصرف قد ايه؟ لا ده دي يعني هي مش قاعده، ساعات بتتكسر القاعده. انا وعندنا برضو انت كل الكلام اللي بتقوليه جميل، انا هتبنى انت النهارده هتتبني الفريق اللي بيقول لا القوامه للرجل.